بدعوة من نادي السيارات والرحلات المصري، قام الفرنسي جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والسياحة بزيارة مصر للتعرف عن قرب على نادي السيارات المصري وأنشطته ودوره الفعال في نشر التوعية المرورية والعمل على الحد من حوادث الطرق ومجالات التعاون والجهود المشتركة مع الحكومة المصرية في هذه المجالات الرامية لجعل الطرق آمنة في مصر، حيث يتبنى الاتحاد الدولي ملف أمان الطرق في العالم وهو على قمة أولوياته الهامة، والتي يتعاون بشأنها نادي السيارات مع أجهزة الدولة المعنية وهيئات المجتمع المدني في مصر وكذا مع الهيئات الدولية على المستوى العالمي. وقام الضيف الكبير بالتعرف على أنشطة النادي ودوره في تنمية ونشر رياضة السيارات في مصر ودعم الأبطال والمتسابقين المصريين والعمل على تشجيع ممارسة تلك اللعبة والعمل على تنميتها في مصر، وذلك بشكل منظم تحت إشراف الاتحاد الدولي وبعيدا عن السباقات العشوائية والتي تؤدي إلى الكثير من الحوادث والخسائر المالية والبشرية. وفي نهاية الزيارة أكد جان تود أنه ينتهز الفرصة لتقديم المبادرة الخاصة بإبرام اتفاقية الأمم المتحدة للسلامة على الطرق والتي يؤيدها بقوة الاتحاد الدولي للسيارات والتي تحظى باهتمام السلطات السياسية المختصة والشعبية في مصر. طبعا ده شرف كبير لنا أن احنا نبقى موجودين ومستر جان تود يبقى موجود، أول زيارة ليه لمصر، وطبعا أرجو أن ده كمان يشجع الاتحاد المصري أكتر ويديله دعم أكتر أن هو يكمل في مشواره اللي هو ابتدى من 2009 في تنظيم السباقات ونكتر السباقات إن شاء الله. يعني محتاجين دعم مباشر لنادي السيارات ومن خلال نادي السيارات لينا، محتاجين اهتمام كبير من الميديا، التغطية الإعلامية الدولية والمحلية عشان نقدر احنا نجتذب رعاة سبونسر يقدروا يطلعوا بالفرق بتاعتنا. الفرق بتاعتنا مستواها كويس جدا، واحنا ثلاث فرق كبار غير الفرق اللي هي زمزم تيم ورحالة تيم وفيروز تيم. الحمد لله بمساعدة نادي السيارات كنت اول حد مصري يشارك في بطولة الاردن والشرق الاوسط، والحمد لله نهيتها وان شاء الله باذن الله يعني حاطين هدف ان احنا نشارك في البطولة بتاعت الشرق الاوسط الجاية من اولها ان شاء الله. هيبقى 8 مراحل في الكويت والاردن ولبنان والباقي بقى على مستوى الشرق الاوسط كله. احنا لاول مره اعتقد من يوم ما وعينا على الدنيا نشوف رئيس الاتحاد الدولي للسيارات موجود في مصر، انا شخصيا دي اول مره اشوف الكلام ده يحصل. اتمنى ان هو يكون في عنده خطه لينا، يكون عنده في خطه ان هم يعملوا تراك او يعملوا سيركت للسباقات السنجل سيت اللي هي الكرسي الواحد يعني على مستوى عالي. اتمنى ان هو يكون عنده ليه خطط في موضوع الفورمولا 1 في مصر. السباق اللي انا هنظمه اللي هو رالي الابطال، السباق ده انا المفروض ان انا لاول مره ان النوع ده من السباقات هتعمل على ارض مصر، وهو السباق اللي بيتعمل للعربيات الليموزين، يعني العربيات الصغيره اللي الناس بتركبها في الشارع العاديه وبتتجهز للسباقات وبتسابق على اكثر من نوع من انواع التربه، في تربه حصويه، في تربه اسفلت، في وهكذا يعني. زياره تاريخيه، اول مره تتم لمصر منطقه الشرق الاوسط ان يجي رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والسياحه جان تود. طبعا هو مهتم جدا بالزياره دي وتعتبر ناجحه بكافه المقاييس. نظمنا له مقابلات مع الساده وزراء النقل والسياحه، ومهتم جدا بملف السبورت والموبيليتي اللي هي تامين الطرق يعني والتوعيه المروريه والحاجات. لحد له ملف كبير في هذا الموضوع ناقشه مع الساده الوزراء، وفي تعاون كامل بين نادي السيارات وهذه الوزارات لتامين الطرق والحد من الحوادث. وهنشوف ان شاء الله في مؤتمر صحفي نتائج لهذه الزياره ان شاء الله. كانت مقابلات بناءه جدا وتخص نادي السيارات والرحلات المصري. تكلمنا عن مشاكل كتير ومنها مشاكل الامن المروري في مصر. Road safety in Egypt. اتكلمنا مع وزير المواصلات ووزير السياحة عشان نحل المواضيع دي. توعية المشاة وتوعية السائقي السيارة، تحسين القوانين وتحسين المرور.